الصناعات الورقية، صناعة الأسمدة، حتى لو أنت حبيت تصنفيها في إنه كل مجال لحاله. يعني مثلا الصناعات الغذائية بتلقي إنه الهندسة الكيميائية بتدخل في التصنيع الغذائي، سواء كان أي نوع من أنواع المنتجات الغذائية نحن حابين نعمل لها عملية بتاعت إنتاج، لازم يدخل فيها الصناعات الغذائية، لازم تدخل فيها الهندسة الكيميائية. الصناعة بتاعت السكر واحدة من أكبر الصناعات اللي بتدخل فيها الهندسة الكيميائية، من التبخير والتسخين والكلورة بتاعت الحبة بتاعت السكراية دي. نعم ف من المجالات الثانية المرتبطة بحياة الإنسان هي الصناعات الدوائية، وهي واحدة من أكبر الأقسام في الهندسة الكيميائية، صناعة الدواء. الصيدلي عنده ياخد الوصفة، يعمل البروسيدر بتاعتها، لكن العملية التصنيعية ذاتها عشان تنتج لك تحويل المادة الخام لحبوب أو تحويلها لسيرب أو تحويلها لمنتج دوائي، هي دي مهمة المهندس الكيميائي، لأنه نعم بتدخل فيها عمليات معقدة كثيرة جدا، من التسخين والانتقال الحرارة وانتقال المادة كل العمليات دي. نعم من ضمن المجالات الثانية المرتبطة بحياة الإنسان الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، ودي واحدة من المجالات زي ما ذكرتي وذكر التقرير إنها واحدة من أكبر المجالات الآن في العالم، ومن أكبر المجالات اللي بتجيب عوائد اقتصادية ضخمة جدا.